ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه بقى؟ سوبر صالون بقى، سوبر صالون. ايه الحلاوة دي ما شاء الله؟ يا سلام، دي مش رشة، دواخل. دواخل ايه يا غبي؟ دي عزير ولا؟ ربنا يكفيك شرها. لكن اللي انا مستغرب له، انت ايه اللي يخليك تشتري عربية مع اننا على طول قاعدين في البيت وما بنخرجش يا غبي؟ يا من ادم، نغير جو، نروح بيها المهندسين بيلعب شطرنج، نتمشى شويه، نتفسح. قعده البيت عجزتنا كراس. المهندسين، ايوه. ما تسندش على العربيه، ما تسندش. ايه عزير، تسندش تسندش ليه بس؟ خلاص كمك هيتوسخ. انت مالك انت؟ خلاص. تعرف ايه اللي انا مستغربه؟ انت طول عمرك كنت المحامي رقم واحد، لكن عمرك ما مسكت قرش كويس. الفلوس كانت بتهرب من قدامك زي المجرم اللي بيهرب من الحكومة في الأفلام العربي الأبيض والأسود بتاعت زمان. هدينا اهو أخيراً قفشت المجرم. بس إمتى بقى؟ آخر الفيلم، بعد فوات الأوان يا كراسي. بدو بدو، عجزت عجزت يا عجوز. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ايه؟ قول لي يا كراسي، عملت ايه بال 200,000 جنيه؟ وانت مالك؟ اللي انا مالي؟ اما انت واطي صحيح، ده انا اللي مديهم لك. ما انا لو قلت لك هتتريق عليا. لا يا كراسي، قول يا حبيبي، مش هتريق عليك. لا يا راجل، ما تقول يا كراسي بقى، بلاش شغل العيال الصغيره دي يا اخي. اشتريت بيهم مدفن. مدفن ايه؟ تهبل ولا ايه؟ انت عارف هذا كراسي؟ عارف انت حتى لو كنت عيل صغير ومعاك 200,000 جنيه كنت برضه هتشتري بيهم مدفن، عشان انت محدود تفكيرك على قدك، كنت هتضيع فلوسك على الفاضي، مع ان مفيش حد بيموت وما بيلاقيش حته يدفن فيها. بس هنقول ايه؟ هو ده اخرك، لانك محدود. انت محدود. وش ايه؟ محدود. بقول لك يا محدود، كراسي محدود. وطي حسك يا محدود، يا كراسي يا محدود. وطي حسك، احنا في الشارع. يا محدود يا كراسي يا محدود. وطي حسك لهزاق في الشارع قدام الناس. ما تقدرش. حاضر. اجي اجي بص. ابدو اركب يا كراسي، افسحك شويه. اركب يا كراسي. طيب طيب لب. استنى يا عم، اركب يا عم، انا مستني. طيب ما انا هركب اهو. اركب انت، اركب يا كراسي.